مستمرين معاك يا كابتن ايمن، وفرحه كبيره جدا الحقيقه مع الجميع، شناوي، كابتن سامي، كابتن سيد، الحقيقه مجهود كبير جدا الكابتن سامي قمصان صاحب الخلق الرفيع، وربنا بيوفقه في اي مباراه. شوف كابتن سامي الصبح متفائل، ربنا بيكرمنا. ببارك لك كابتن سامي، مجهود كبير للجهاز، للعيبه، لمجلس الاداره، للجمهور الحقيقه اللي دعم بشكل كبير جدا. لحظات البطوله بتمثل ايه للكابتن سامي قمصان مع البطوله الثانيه في وقت قليل جدا يا كابتن؟ اولا طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك كابتن خطيب، لجنه الكوره، اللعيبه، الجهاز الفني، انتوا اللي كنتوا معانا بتساندونا وعايشين معانا وقت كل لحظه. زي ما وعدنا جمهور النادي الاهلي دايما ان احنا بنقاطع على كل حاجه عشان نساعدهم. اعتقد الحمد لله اللعيبه كانت في الموعد دايما، قدمت اقصى ما لديها، الجهاز نفس القصه، لان جمهور النادي الاهلي يستاهل كل حاجه كويسه يعني. دايما النادي الاهلي معمول عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي يعني. هم بعد ربنا السند لينا ودعم لينا، ودايما كنا بنقول في كل اوقاتنا يعني ان احنا محتاجين دعمكم، محتاجين وقوفكم جنبنا، لان اللعيبه ده والجيل ده يستحق دوت. اعتقد كل يوم عن يوم بيثبتوا كده، بيثبتوا ان هم لعيبه كبيره، عندهم دوافع كبيره ان هم حققوا انجاز كتير، اولا ليهم ولجمهورهم ولناديهم، وان هم حققوا انجاز اللعيبه الكبار اللي كانت موجودين قبل كده والجيل اللي قبل كده اللي حققوا بطولات كبيره. النادي الاهلي، جيل ابو تريكه وبركات ووائل جمعه وكل اللعيبه الكبيره اللي عملت حاجه كبيره للنادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله اللعيبه كانت مصممه على كده وحققت كده الحمد لله، لكن لسه في تحديات كتيره لسه. ويمكن احنا كنا في بطوله العالم وقلنا ان احنا عاوزين نرجع تاني بطموح تاني، احنا ان شاء الله نلعب المباراه النهائيه ان شاء الله ونحقق بطوله ونحقق حاجه كبيره للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي مكانه في مصاف الفرق الكبيره كلها يعني. ممكن لما بنقول دايما النادي الاهلي غير والنادي الاهلي مختلف، مش عشان خاطر احنا بنحب النادي، لا عشان خاطر النادي الاهلي كده فعلا. النادي الاهلي معمول عشان كده، البطولات اللي موجوده والانجازات الموجوده والمبادئ اللي اللعيبه بتطلع عليها والجمهور بيتربى عليها واللعيبه اللي الناشئين بيتربى عليها، اعتقد الحمد لله يعني ديت مش من فراغ يعني، وربنا دايما بيدي التوفيق دايما للي بيستحقه يعني. فمبروك، انا سعيد جدا طبعا اكتر عشان جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله نوعدهم باللي جاي، ان شاء الله عندنا تحدي كبير جدا، بطوله الدوري العام. انا عارف ان هم بطوله محببه لديهم، وبالنسبه لنا نفس القصه، بطوله كبيره عندنا حوالي 11 مباراه و12 مباراه، مهم جدا ان احنا ان شاء الله ننقل طموحنا بقى لبطوله الدوري العام، وبعد كده ان شاء الله السوبر، وبعد كده ان شاء الله كل بطوله ان شاء الله نقاتل عليها عشان ان شاء الله نهداها لجمهور النادي الاهلي.